طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة يوم الأحد، تاريخ 23 فبراير 2019، والويبينار ده هو في سلسلة مساعي مجموعة الباحثين السودانيين في نشر الوعي بخصوص الثورة. الليلة حنتكلم عن ديناميكية الثورة، وحنتناول تثقب بس من ناحية المفاهيم الرياضية. بداية، أنا اسمي هشام الضي، وأنا من المكتب التنفيذي لمؤسسة الباحثين السودانيين، وتخصصي الأساسي هو في النظم المعقدة وتطبيقاتها في البايو انفورماتيكس وفي السيستمز بيولوجي. المحتوى بتاع البرزنتيشن ده إن شاء الله في الـ 12 سلايد الجاية حنتكلم عن شنو؟ حنتكلم عن مكونات الثورة. أول حاجة حنعرف الثورة، نتكلم عن مكونات الثورة، وبعد ذلك حنتكلم عن قواعد ورياضيات التغيير، ونتناول بعض النقاط الأساسية من ناحية الحجم الكافي لتحقيق كتلة حرجة، وهل إن إحنا ذاته يعني في الثورة السودانية الحاصلة الآن من 2018 ديسمبر، هل نجحت في تحقيق العدد الكافي لإحداث التغيير؟ حأختم كمان بتناول بسيط للمقارنات أو المقاربات التباينات اللي بتحصل بين التكتيكات السلمية وعن التكتيكات العسكرية، وفي النهاية حأقدم قراءات بسيطة جدا جدا عن الوضع. الحاجة اللي حب إذا إحنا جينا أول حاجة نعرف التغيير. التغيير في أي سيستم أو في أي نظام، النظام ده ممكن يكون نظام حيوي، نظام فيزيائي، نظام كيميائي، نظام اجتماعي، المفس. الثورة هي عبارة عن تغيير خصائص أي نظام بطريقة ذاتية الدفع، عفوية، غير منظمة في الظاهر، وداخليا بتظهر كأنها متعددة الدوافع. التغيير ده بيحصل في إطار زمني، أحيانا محدد أحيانا غير محدد، وبيحصل بتين، بيحصل لما النظام كله يوصل لما يسمى بالنقطة الحرجة. فالحاجة المهمة جدا جدا في أي تغيير، في أي ثورة، في أي مجال، إنه السيستم النظام لازم يوصل للنقطة الحرجة. في مجموعة كثيرة من الأمثلة، لكن حتناول بس ثلاثة أمثلة: مثال الطقس، مثال الفيزياء النووية، وكذلك حأبدأ أتكلم أختم بعلم النفس كمدخل للتغيير الاجتماعي السياسي. المطر أو السحاب، نحن بنعرف أنه هو عبارة عن ذرات أو بخار ماء بكثافة معينة، أو بيكون معلق في الجو ومقاوم للجاذبية الأرضية. الكثافة دي لما توصل للنقطة الحرجة بعد ذلك بيبدأ هبوط المطر، لأنه كتلة الماء المعلق في الجو حتبدأ تنزل، أو كتلة بخار الماء المعلق في الجو حتبدأ تنزل. فقبل الكتلة فقبل النقطة الحرجة المطر بيكون مقاوم للجاذبية الأرضية، لكن وانس إنه وصل للكتلة الحرجة بيقوم طوالي بيستسلم للجاذبية الأرضية، وبتتغير خواص النظام، بتصبح تبدو كأن ذاتية الدفع أو عفوية لحظية. المثال الثاني من الفيزياء النووية، احنا عندنا ذرات كثيرة بخصائص مختلفة، لكن في ذرات عندها القدرة على انه هي تبدأ عملية انشطارية مستمرة. يعني عندنا مثلا ذرات اليورانيوم او البلوتونيوم بتبدأ الانشطارية المعينة. فتعريف النقطة الحرجة هنا هو الكثافة المعينة من الذرات، أو التركيز المعين من الذرات الكافي لإحداث تفاعل انشطاري مستمر. تمام؟ في علم النفس غوستاف لابون درس النقطة الحرجة، واكتشف إنه هي بتخلق لاوعي جمعي. بتخلق لاوعي جمعي بمعنى إنه الفرد بحس إنه هو جزء من عائلة ضخمة. الفرد هنا ما بحس بكينونته براه كفرد، وإنما كجزء لا يتجزأ من عائلة ضخمة. المثال ده نحن بنشوفه في التعصب القبلي، بنشوفه في التعصب لفريق رياضي معين، بنشوفه كمان في التعصب السياسي لما يكون حزب معين يستفرد بالسلطة وما يحاسي بالآخرين.
فبحسب تعريف جوستاف لابون، العوامل اللي بتشكل الكتلة الحرجة النفسية هي عامل الاختفاء، لأنه زي ما قلنا الشخص عنده لا وعي جمعي، ما بيحس بنفسه، ما بيكون ظاهر. الحاجة الثانية عامل العدوى والإيحاء للفريق إنه ده هو الصح، فبيكونوا كلهم متفقين سواء كانوا في قبيلة، يعني بتجد الشخص بفخر بإنجازات الفرد من القبيلة كأنه إنجازاته، وبتلقاه مثلا بيتعصب لناس فقط لانتمائهم الجهوي أو القبلي، ودي يعني بتكون مسألة العدوى والإيحاء للفريق إنه ده صح. فبحسب العوامل النفسية اللي قلنا هي الاختفاء والعدوى والإيحاء للفريق إنه ده صح، بتكون ما يسمى النية الجمعية. النية الجمعية هي اتحاد أو أساس الثورة. النية الجمعية بمعنى إنه الفرد بيكون شايف نفسه واثق من قدراته انه هو جزء من الكتلة الحرجة، بيكون واثق بقدرة الزول الجنبه انه هو جزء كذلك من الكتلة الحرجة، وهم الاثنين بيكونوا واثقين بقدرة الناس الجنبهم، والثقة دي بتكون متبادلة، فدي ما يسمى النية الجمعية. النقطة الحرجة من الناحية دي بتخلق اتحاد للتركيز في الارادة، اتحاد للمثابرة، كل الفريق بيتحرك مع بعض عشان يحققوا هدف معين، وبيكون في ثقة بالذات والآخرين، وقد يكون في نوع من النقد الذاتي والتطوير في المسألة دي. فالبيت من الشريحة دي انه النقطة الحرجة هي بتخلق لاوعي جمعي، والفرد بيحس انه جزء من عائلة ضخمة، والعوامل اللي بتشكل النقطة الحرجة هنا الاختفاء، العدوى، والإيحاء للفريق إنه ده هو الصح. تمام. يلا إذا جينا إن إحنا نعاين للمسألة دي من ناحية رياضيات، في سنة 2000 مالكوم غلادويل كتب كتاب اسمه The Tipping Point، أو نقطة التغيير. وفي كتابه ده هو قام درس التغييرات اللي بتحصل في دول مختلفة، في أنظمة سياسية مختلفة، بتحصل حتى في أنظمة شركات، واكتشف إنه النقطة الحرجة بتحصل لما تتوفر ثلاثة عوامل أساسية، اللي هي قانون القلة، عامل الاستمرارية، وكذلك الظروف الزمنية والمكانية بتكون متناسبة. بحسب قانون القلة إنه عدد قليل من الناس هم كافين لوضع أو للوصول بالنظام إلى النقطة الحرجة إذا توفرت فيهم ثلاثة تباينات أساسية. الثلاثة تباينات الأساسية دي إنه يكون بيناتهم مشبكين أو مشبكين، يكون بيناتهم مخضرمين، يكون بيناتهم بائعين. فالقلة دي عشان تكون فعالة لازم تكون فيها مجموعة التباينات دي، وده طبعا بالإضافة إلى وجود حركة فعلية على الأرض. لكن قانون القلة إنه الكتلة الحرجة الطوالي بيبدأ بها القلة، ثم بتنضم إليهم البقية. المشبكين بشكل عام هم ناس عندهم شبكة كبيرة من الأصدقاء والمعارف، بيستخدموا الشبكة دي في أنشطة مختلفة، أنشطة زي الحشد، زي نشر المعلومة، زي الظهور في اللايف. المشبكين ديل عندهم طاقة، عندهم حضور، بيختلفوا باختلاف الزمان والمكان، يعني قد يكونوا أئمة في يوم الجمعة وحضورهم بيكون أهل فريقهم في الجامع، قد يكونوا طلاب وحضورهم بيكون أهلهم في بيوتهم أو زملائهم في الجامعات والمدارس، قد يكونوا متحدثين بقدرات مختلفة من التحدث، علماء، ناس عموما بقدرات حشد وخطابة. فديل هم المخضرمين، أقصدي ديل هم المشبكين. فالمشبكين بيستخدموا شبكتهم دي في الأنشطة المختلفة. وفي الفترة في فترة قريبة يعني قاموا عملوا ريسيرش وحاولوا يعرفوا انه العدد الأقل من الناس الكافية لانه تنطبق عليهم صفة المشبكين، واكتشفوا انه العدد ده بيتراوح ما بين 100 إلى 120. ونحن طبعا يعني اي زول فينا نتيجة وجود وسائل التواصل الاجتماعي بيكون عنده يعني بالمعدل عدد مقارب من ده من الاصدقاء بيقدر يأثر فيهم. الحاجة الثانية او التباين الثاني في قانون القلة انه اي مجموعة عشان توصل للنقطة الحرجة لازم يكون عندهم بالاضافة الى المشبكين يكون عندهم منه المخضرمين. المخضرمين ديل هم ناس عندهم عادة مشاركة المعلومة،
هم الناس اللي انت بتستشيرهم لو عاوز يوروك حاجة، سواء كانت نشر وعي او نشر معلومات تهم الثورة. اقرب مثال من الواقع يعني عندنا مثلا اللي بتنطبق عليه ميزة الخضرمة زي نشاط مجموعة منبرشات، لهم التحية، والمجموعات الكبيرة المنضمة للثورة. فالمخضرمين ديل هم يعني ناس مميزين من الناحية دي، وأنا يعني حاولت إني ألقى أقرب تعريف لهم من الناحية من ناحية مصطلحاتنا السودانية، ولقيت إنه بينضم أو يعني بينطبق على التعريف بتاع المخضرمين إنهم يكونوا أفاتارات. والكلمة دي أنا اخترتها تحديدا عشان ما ننسى إنه عندنا أفاتارات يعني معتقلين في السجون السياسية، وأولهم أستاذنا أحمد الضي بشارة. إن شاء الله ربنا يفك أسره وأسر الجميع. والأفاتارات ناس بيخلوك تحلم، ناس بيوصلوا لك المعلومة إنه بكرة حيكون قد أفضل، بكرة حيكون يوم أفضل، بكرة حيكون في سعادة، حيكون في أمان، حيكون في استقرار، حيكون في أحلام بتتحقق. فدي ميزة المخضرمين. الشيء الثالث في قانون القلة، التباين الثالث، هم وجود البائعين. هم طبعا مالكوم جلادويل سماهم البائعين، لكن الصفة دي طبعا بتختلف يعني من كل ثورة أو لكل نظام. لما يعني أي نظام واصل لنقطة حرجة معينة فالصفة دي بتختلف، يعني قد يكونوا أسماء تانية موجودة لهم. فالبائع بشكل عام عشان يعني نحاول نوصل المعنى اللي أطلقوا عليهم مالكوم جلادويل، البائع ده هو عبارة عن أي شخص أنت بتحتاجه يساعدك في مناقشة أمر صعب، يديك نصيحة أو يمثلك. الزول ده ممكن يكون يعني يديك شكل دعم قانوني، زي ما شفنا مثلا بعض المحامين اللي تطوعوا للدفاع عن الثوار. قد يكون في شكل إرشادي زي كتاب الدليل الإرشادي للثائر اللي قدمته مؤسسة الباحثين السودانيين قبل مدة قريبة. قد يكون بشكل معنوي زي حملة التبرعات الناجحة اللي قام بها الأستاذ بكري من الولايات المتحدة الأمريكية. وبشكل أكبر كمان البائعين دي الناس بتفاوضوا بالنيابة عنك، وبيكون عندهم يعني تمثيل، عمل تنظيمي وعمل تمثيلي مميز لنا جميعا. ومثال زي ده زي اللي بيقوم به تجمع المهنيين السودانيين. فالقلة دل كانوا في البداية قلة، وبعد كده لما تتحقق النقطة الحرجة بيبدأ ينتقل أثرهم ويبقوا كثرة. الحاجة الثانية من القوانين اللي لاحظها مالكوم جلادويل في مسألة التغيير أو في مسألة الوصول لأي نظام بالنقطة حرجة هي عامل الاستمرارية. يعني قدر شنو الناس مشغولة بالوضع الحاصل، عامل اللزوج، عامل الالتصاق، وأنا سميته هنا عامل العكلة عشان أحاول بس يعني أوصل المعنى أو أقرب المعنى لثقافتنا السودانية. فالعامل ده عامل الاستمرارية، انه بنشوفه واضح بشكل جلي جدا جدا انه الناس الان متأثرة بالثورة، موجودة في وجدانها، موجودة في نفسياتها، موجودة في يومياتها، موجودة في افراحها، في زواجاتها، موجودة في الحضور او الحضور الثقافي. يعني بنشوف بعض الأهازيج الشعبية اللي بتنطق بالثورة، بنشوف بعض الاطفال في داخل السودان في الريف السوداني وفي البادية السودانية برضو. فالعامل الاستمرارية انه اي زول بيقى منشغل بالثورة. بنشوف السودانيين اللي عملوا مسيرات ضخمة ضخمة في الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من العواصم الاوروبية. فالوجدان كله اجتمع، والنية الجمعية هنا اصبحت انه التغيير حتمي. فده عامل الاستمرارية. طبعا العكلة حيكون من وجهة نظر الزول اللي من الجهة المقابلة، يعني انه بيشوف الناس دي مستمرين على حاجة او راكبين راسهم في حاجة. ولكن كفريق قلنا احنا النية الجمعية هي بتخلق وعي لا جمعي وكده. الشيء الثالث في الوصول لأي نظام لانه يوصل للكتلة الحرجة هو تناسب الظروف.
الظروف دي بتكون ظروف زمنية، بتكون ظروف مكانية. مثلا كان في 2013 كان في مظاهرات وكان في بوادر ثورة. الثورة دي حصلت بعض التحديات خلتها برضو ما تستمر أو ما توصل للكتلة الحرجة. في 2016 كان في العصيان المدني، ومع أنه نجح بداية في إحداث الكتلة الحرجة، لكن عامل الاستمرار أو كان يعني تم تحديده في إطار زمني معين، فده قام أثر على مسألة الاستمرارية بتاعته.